كراكم لاباس غايه الحمد لله. معكم وصفات وتدابير اقتصاديه. اليوم جبت لكم تدبيره ان شاء الله تستفادوا منها تاع البق. راكم عارفين البق راه في باريس الدوله اللي عندها كما نقولوا امكانيات كبيره وراه غزاها البق. البق راكم تعرفوا باللي هو حشره، هو هاد الحشرات تاني تعتبر جند من جنود الله، كي يجيبها في بلاصه الا كان معول على داك المكان عارفه باللي هذوك هذاك المكان يقضي عليه، بغى دوله عظمى ولا دوله فقيره. راكم عارفين هاد الحشرات وهاد الاخرين الاوبئه كما نقولوا حنايا جنود من جنود الله. وحنايا كما راكم تعرفوا فرنسا راه عندنا ولادنا راهم تما، راهم لي زيميغري يدخلوا يخرجوا. ممكن 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 تلحق لنا هنايا العدوى في الجزائر. اول حاجه غادي نجيب لكم نعطيكم هاد التدابير اللي كانوا جدودنا يديروهم من زمان، وكان كاين هاد البق وكانوا يديروا هاد الحيل اللي كيما نقولوا حنايا ينقصوا منها هاد البق. اول حاجه هي جيب الصابون كيما هكا وريح والخزامة، الخزامة مشي عند العطار يعطيك 10,000 تاع خزامة، ربي هاد الصابون كيما راكم تلاحظوا وزيدي معاه الخزامة وديري في هاد الأكياس وديريه، ديري في البلاكارات تاوعك، في تحت المطارح، ديري في الخزانة تاع الأحذية، حتى لو كانت أولادك الرائحة تاع الأحذية تاعهم تريح تنجمي ديرلهم وحدة وحدة كيما هكا كي يقلعوا الأحذية تاعهم يديروها في الأحذية. الريحة خزامة، ريحة خزامة هي مليحة لهذ الحشرات، مليحة لهم الريحة تاعها قاطعة، وراكم عارفين البق ما يبغيش هذيك الروائح القاطعة. الثاني هذه التدبيرة الأولى هي تاع الصابون ترابي وديريه مع ريحة خزامة في المريويات وفي البلاكارات تحت المطارح في السداريات. ثاني على عندك الاسبيراتور، عندك الاسبيراتير قضي حبة من هذه الكافور، شوفوا ديجا كاتبين فيه مضاد للعث يعني التينيا لأي حشرات هادو، هذه الرائحة تاعه الكافور معروف الرائحة تاعه قطعة بزاف بزاف بزاف. إلا كنت تستعملي الاسبيراتير قضي حبة من هذه الكافور اطحنيها ولا دقيها ولا وديريها في الصاك تاع لاسبيراتور تاعك، كي تاسبيري الطابيه تاعك ولا الارضيه تاعك هذاك البق الا كان كاين يروح لهذاك الصاك ويغمه، هذا الكافور يغمه ويموت. نروحوا الحاجه التدبيره الثالثه، هنا هذا تاع المبيد، تاع المبيد تاع الناموس، هذا تنجمي تقلعي هذا الماء تاع الناموس تحليه وتزيدي معاه اي زيت، ماشي اي، زيدي معاه الزيوت العطريه اللي تتباع عند الفارماسي، الزيوت العطريه اللي تتباع عند الفارماسي. الزيت اولا الزيت تاع الخزامه زعما هو من الزيوت الفعاله حتى للقمل حتى للبق كيما نقولوا حنايا والقمل. الا كانوا عندك اولادك يعانوا من القمل قبل ما يروحوا المدرسه تاعهم ديري لهم شويه تاع الزيت العطري تاع الخزامه، زيت الخزامه ديري لهم هكا مورا الودنين تاعهم، وديري لهم تاني في المخايد تاعهم، في المخايد في الفراش تاعهم ديري لهم هكا قطرات من زيت الخزامه. على بالكم بلي القمل زيت الخزامه ما ينجمش، اما لا حتى البق الزيت تاع الخزامه وزيت القرنفل، زيت الخزامه وزيت القرنفل هادو مليح، هادو ملاح للبق. هنا جيبي هاد الماء تاع المبيد تاع الناموس ديري فيه قطرات تاع زيت الخزامه وديري وبلاصي لاباراي تاعك، هذيك الرائحه تاع الزيوت تاع زيت الخزامه ولا زيت القرنفل ما ينجموهاش الحشرات. وكاين ثاني التدبيره الرابعه، كاين تجيبوا الشيح والمرويه والخزامه هادو كاع بخروا بهم، والقرفه تاني القرفه ما يفضلوهاش الحشرات كيما الجريلو كيما الناموس كيما الباعوض، هادو ما ينجموش الرائحه تاع القرفه.
اما الريحه وخزامه المرويه كان مش عارف كيفاش يسموها المرويه والشيح والقرفه، هادو ديروهم يغلو وتبخروا بهم المنازل تاعكم هكا باش اي حشره ما تنجمش هاد الريحه وتروح. نزيدكم التدبيره اللي نديروها في المطارح، نديروها في العتبه تاع الباب، نديروها في القنوته تاع الديار تاعنا، في السداريات، في الخشب. القبضي هذا، هذه فاطمه هكا، هذا المعطر، هذه اوت كولون، هذه اوت كولون، وقبضي معاها ليركول يكون الدرجه تاعها قويه ليركول، والفول، واي عطر تاع ماشي عطر، اي مسك، المسك اي نوع من المسك يكون عندك، والزيت تاع الزيوت تاع الزيوت الاساسيه تاع عطر الخزامه، كاع ديريهم، وحبه تاع كافور، حبه تاع كافور دو بها نعاود لكم، حبه تاع كافور اوت كولون هذا، وليركول، واي نوع من المسك، وزيت الخزامه، ديروهم كيما هكا في بخاخه وبخوهم في العتبه تاع الباب، بخوهم هنايا كيما المطارح تاع الصوف، وكاع في القنوته تاع المطارح، كاع المطارح تاعكم بخوهم فيهم، في السداريات، في الخشب تاع السداريات، ديروا كيما هكا في بخاخه وابدوا تبخوا في القنوته تاع الديار، في الخزانه تاع الاحذيه، في كما نقولوا في هذه الاماكن اللي ينتشر فيها البق. البق راه فرنسا ما نجمتلهش، كما قلت لكم هذا جند من جنود الله، احنا الحاجه اللي نحاولوا نديروها هي الدعاء، ندعو ربي يبعدها علينا، هي المسلمين حنايا والنظافه والسنه اللي قالنا عليها الرسول عليه الصلاه والسلام، ما كانش كيما كيفها، هي الصباح كي تنوضي الفراش تاعك، شتو احنا الخلايا الميته هي اللي تطيح منا، لازم الفراش تاعنا احنا المسلمين لازم فراشنا قبل ما نعاودو نرقدو ننفضوا الفراش تاعنا، باش هذيك الخلايا الميته ما تتراكمش وما تديرناش الجراثيم والحشرات. احنا المسلمين نورمالمون، ودعاء النوم، دعاء النوم ونفض الفراش، هادو الرسول عليه الصلاه والسلام وصانا بهاد الصوالح، احنا المسلمين نقتادوا بالسنه ونزيدوا النظافه، الوضوء، هادو كاع من كيما نقولوا حنايا من السنن، هذه اللي تقينا من الامراض وتقينا من كل حاجه. اللهم نقتدوا بالسنه تاعنا، ننفضوا الفراش تاعنا، نخرجوه للسمش، السمش ثاني تقتل كل البكتيريا، كل الجراثيم تقتلهم السمش، ونهوا المنازل تاعنا ثاني نهووها باش السمش تدخل لهم، وننفضوا الفراش اللي نرقدوا فيه، اللي نرقدوا فيه الصباح كي نوضوا ننفضوه ونهووه، نديروه في السمش، وفي الليل نعاودو ننفضوه ثلاث خطرات من السنه هذه، ننفضوا الفراش تاعنا ثلاث خطرات، ونقولوا دعاء النوم، وان شاء الله ربي يبعد علينا هاد الحشرات، ربي يبعدها علينا. وهذا ما نقوله، الدعاء ثم الدعاء والنظافه، وهذه هي كانت معكم افكار وتدابير اقتصاديه، نتمنى الفيديو استفاديتوا منه، لو كان غير حاجه صغيره اللي ما حصلتش الوصفه ولا دوك نكتبها لكم في صندوق الوصف، وخلوا لي تاني في التعليقات وهكا نستفادوا. ومع السلامه، الفيديو القادم ان شاء الله.